السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. خوت الخواتات لافامي، تحياتي لكم جميعا بدون استثناء، من أوروبا الشرقية صريبو إلى الوطن الأم المغرب، منطقة القويرة والمحيط الخليج والوطن العربي خاوة خاوة بدون استثناء. ايوا شكرا الناس اللي كدعمنا وديروا، ما تنساوش البصيمه. المهم اليوم غندير لكم السلطه تابعه لداك كيما وعدناكم، درنا لكم داك البطاطا خفيفه ظريفه طبيعيه ديال الارض ديالنا، درنا فيها الدقيق ديال الذره على مزيناتها كيما كتشوفوا. دابا اليوم غنديروا السلطه. السلطه المكونات هي كالتاليه، وبقاو معنا وتشوفوا. عندنا خوت الجزر، خيزو، طماطم مطيشه، الباربه، شي ناس كيقولوا الشماندر ولا البنجر، حنا كنقولوا الباربه. والسلطه ديالنا اللي هي الخس، وعندنا خوتي الشامبينيون، عندنا سفيكلا، بارادايز، مركوا، سلطه بيليتشينا، يادنا بيليتشينا معنيتها واحد الرجيله ديال الدجاجه، وعندنا شامبينيون اللي هو قدامك ما كتشوفي. هذه هي السلطه ديالنا، خفيفه ظريفه وصحيه بالناس اللي عندهم نقص في الحديد ولا فيتامينات. وبقاو معنا، وكل شيء ما غادي نديرو حتى حاجه، ما غنسلقوها طازه الا الشامبينيون وهاد الرجيله ديال الدجيجه. وبقاو معنا تشوفوا السلطه كيفاش الطريقه. كما كتشوفوا السلطه ديالنا، درنا الماء والملحه. شوفوا السلطه ديالنا تبارك الله، راه ديال الارض ديالها نقيه، انتما كتشوفوا. لا نديرو الخل ولا نديرو فيها حتى حاجه غير المليحه والميها، وغادي نغسلوها مزيان، نخليوها واحد 5 دقائق، ومن بعد غادي نوريكم الباقي الجزر والطماطم، وغنوريكم كيفاش السلطه الطبيعيه العاديه. تبارك الله، انتم مولا الخير، انا كنعرفكم كلشي كتعرفوا السلطه، ولكن هذه خفيفه ظريفه. علاش لا، الواحد هو اللي يدير شي حاجه اللي ما جديده ما دارهاش قبل. ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا الحباب ديالنا، الجزر ديالنا هو درناه كما حكيناه، الباربه ديالنا ولا الشامندر واش تقولوا لي نتوما، كل واحد كيقول ليها، والبنجر حتى هي. والسلطه هي في الماء، خليناها تقريبا تقولي نص ساعه في الماء والملح، ونضفناها مزيان. شوفوا كيف كاينه، وهذه هي السلطه ديالنا اخوتي. وهذيك الرجيله ديال الدجيجه كما كتشوفوا، قليناها شويه بالزيت، غير شويه، راه السلطه دي ماشي مدهونه لا مدهن، معيتها صحيه وطبيعيه. وشويه ديال الشامبينيون كما كدول فوقيه، وهذه هي السلطه ديالنا. والطماطم، تعرف الطماطم على حسب الافراد، اللي كيبغي يدير كثر يديرها ولا بغى يدير الدجاج، كل واحد غير. انا وريتكم على القدر اللي عندي انا دابا درتو، وديروا اللي بغيتو على حسب اللي كل واحد كيحب. وغادي نديروا فيها واحد شويه زيت زيتون مصله، ولا بغى نديروا حاجه المليحه ولا البزار، كل واحد اللي بغى. وعاوتاني اللي بغى المايونيز كيديرها في الاخر مع المايونيز كياكلها، كل واحد ولا الاختيار. المهم هذه هي السلطه ديالنا الطبيعيه العاديه، اللي بالباربه والجزر والطماطم وشويه ديال الدجاج. الدجاج كما كتشوفوا، رجيله ديال الدجاج والشامبينيون. وبقوا معنا الاخير السلطه، وتحياتي لكم حب واحترام وتقدير جميع الجنسيات، خاوه خاوه مع الجميع، حب وتقدير، حب وتقدير، كنكرر وكنعاود. هذا مكان كيف ما كتشوفوا السلطه ديالنا، كملناها وقطعناها كما كتشوفوا. غادي نوريكم الطريقه، وبقوا معنا. السلطه خفيفه ظريفه وصحيه، وفيها جميع الفيتامينات، خصوصا الناس اللي عندهم نقص شويه في الفيتامين سي، ولا عندهم نقص في الحديد الجليزو. كما كتشوفوا درنا الباربه، درنا مرات الخير الخيار، عفوا ماشي الخيار، الجزر، خيزو، اخوتي كل واحد واللغه ديالو، والباربه، تجي البنجر، البنجر الشمندر. ايوا السلطه ديالنا، بقاو معنا كتشوفوا. نديرو بشويه بشويه الكميه، وشويه ديال الشامبينيون الفقيع، وديك الرجيله ديال الدجاج، هادشي كلشي قلينا شويه في الزويته هانتوما كما كتشوفوا. وهذه الجبنه ديالنا، هذه الجبنه خوتي شويه كتكون مالحه، هاد الجبنه هذه ها هي كما كتشوفوا، تيقولوا ليها هما فيتا هنايا. الجبنه هذه كتكون شويه مالحه وفيها بحال المويها، فهمتي؟ انتوما اللي عندكم الجبنه ديروها، غير ما ديروش الجبنه، انتوما الجبنه اللي عندكم ديروها، غير ما ديروش الجبنه الصفراء ولا دا هذيك الجبنه ديال المثلثه، حتى هي تتمشي جبنه عاديه ولا كريمه. وكاين اللي كيدير المايونيز، كل واحد اش كيدير. وبغيتي تزيدو مع الزويته، ندير معها شويه د الزيت مصله، ولا شويه د زيت العود، واللي بغى يزيد ثاني الزويتينات اللي بغى يدير. ودابا غادي نزيدو عليهم زيت الزيتون كما كتشوفوا،
يديتهم يلا يعني، كل واحد على حسب الاختيار ديالو اللي كيساعدو اللي كيوجعو في المعدة ديالو يديرو. ها هو المصاشة، طماطم، شوية ديال الطماطم، ها هي الطماطم خوتي تحنا عندنا غالية وقت البرد دابا. ايوا هذا مكان، وهادي السلطة ديالنا الطبيعية، وحنا دابا غادي نخلطوها، نزيدو عليها شوية المليحة، الملح، ندير الملح، شوية الملح ماشي بزاف، شوية ديال الابزار، واللي بغات شوية الحار يزيدو، نتوما حرين في الاختيار. وابقى معنا خوتي نخلطوا السلطة ونوريكم الطريقة النهائية ديال السلطة ديالنا الطبيعية ديال اليوم اللي درناها بالجزر والبربر والطماطم، وانتم قوت الأخير.